في مدرسة شحال صار مظبط مش خالص مش تمام، سايبين أوضة النوم فوق مفتوحة ومش عليها أي قفل ولا أي حاجة مفتوحة كده، ورغم إن هي فيها أجهزة وفيها معدات ما بيستعملوها الفرق. تعمل العلوم ولا أنا حاسس إيه؟ يعني معمل العلوم. وبالنسبة لحاسة آلة عندهم 12 جهاز ما فيش أي تكييف شغال، والكهرباء مقطوعة كانت من شهر 5، والبيت حاسة الآلة موجودة فيه. المدرسة بقى التانية اللي هناك كويسة مفيش فيها مشاكل. اه الاضطراب بنات والعلوم دي ممتازة. المدرسة على مدار والله هو اللي نظر في داخل الحمامات مدرسة ترى وبني وبنات بصراحة مستوى كويس مستوى متطور. تفضل. بالنسبة للمخازن ما فيهاش المدارس مخازن ما فيهاش. لا بالفعل. شكرا. حابب تعرف اللجنة دي؟ ماشي. سلام. احنا مصر مدير مدير قرية البحر. بعد تكلفة ساعتك بعدين لما في يوم 26/6/2007 المدرسة